في موضوع آخر، نظم أمس العشرات من مكتتبي سكنات عدل 2 وقفة احتجاجية على مستوى مشروع 600 مسكن بصلاح باي جنوب صيف، منددين بتماطل الجهات الوصية في ربط السكنات بالغاز والكهرباء بعد توزيعها على مستفيديها. التغطية لعبد الحفيظ بوزيدي. رانا عندنا مشكلين، المشكل الأول هو الربط بالغاز والكهرباء، والمشكل الثاني هو برمجة المكتتبين الذين كما نقولوا احنا ولاد المنطقة. ولاد المنطقة حوالي 50 مكتتب، والموقع هذا فيه 113 فائض. وعدونا في وكالة عدل في الولاية في الآخر، ولكن والمدير العام تاع وكالة عدل وعدنا، ولكن ما شفنا منه حتى. المطالب تاعنا هو تسليم الموقع في أقرب الأجال مع ربط شبكة الغاز والكهرباء وكل المرافق الاجتماعية. نورمال مو حسب التصريحات تاع المسؤولين تاع وكالة عدل يقولوا باللي كاين المشكل الأساسي بين بلدية تاع صالح باي وصنع الغاز. تصنب تاع صنع الغاز يقول لك باللي المشكلة عند رئيس البلدية تاع صالح باي. تصنب رئيس البلدية تاع صالح باي يقول لك باللي المشكلة عند صنع الغاز. نحن نريد مسكن لأننا لقد سئمنا من الكراء ونريد أيضا مدرسة.